كمل الجزء الثاني. المهم يكون في 4 سكاريب في الكمبيوتر، نبطلهم. يطلع عندنا الكمبيوتر. طبعا في الكمبيوتر تلاحظ في نقطة واحدة لازم تحط فيها ال grounding، سوي grounding على أساس إنه تقدر تسوي flashing للكمبيوتر. أوكي النقطة. أوكي. أنت بتسوي grounding، تحط النقطة هني، بس أول شيء بتوصل الأولي والرابع. الأولي والرابع بعد ما تروح